وكل الانتخابات بيحصل فيها بقى ايه شد وجذب وخلافات وقانون وحاجات. لكن اللي لفت نظري النهارده في انتخابات، احنا شغالين في موسم انتخابات الانديه، وندائي ودعوتي ومحايلتي على زمايلي في الوسط الاعلامي، احنا عايزين نبتعد عن الصراع ونكون، مش عايز اقول محايدين، كل واحد عنده قناعاته، لكن احنا عايزين نكون امناء وموضوعيين في تناول الانتخابات، اي انتخابات بالمناسبه. وانا مش هقدر اقول لواحد غير قناعاتك. انا لما جيت هنا في نفس المكان وفي انتخابات نقابه الصحفيين وقلت احنا بنقف وبندعو لعبد المحسن سلام انه ينجح، كان قدام الناس ما بتضحكش عليهم، واحنا قناه خاصه، قناه مصريه خاصه. لكن النهارده افاجئ، اتفاجئ، اندهش، اصاب بصدمه قاسيه. مؤسسه الاهرام العريقه عندها مجلة اسمها مجلة الأهرام الرياضي، أقدم مجلة رياضية في مصر وأهم مجلة رياضية في مصر، الأهرام الرياضي. مجلة الأهرام، مش مجلة حد، مش مجلة ملك حد. أنا فوجئت وزملائي في الإعداد تفاجأوا إن المجلة، الغلاف الرئيسي للمجلة مرسوم عليه صورة محمود طاهر رئيس نادي الأهلي الحالي، اهو زي ما انتم شايفين الصوره دي. على فكره يا جماعه مش اعلان، يعني مش اعلان موجود في بطن غلاف ولا في الصفحه الاخيره ولا في النص ولا اعلان، ده الغلاف الرئيسي لمجله الاهرام الرياضي، وزي ما انتم شايفين مكتوب معا الطاهر، يعني ده اعلان واضح تماما. انا بسال وبقول هل يليق بالاهرام الرياضي، ومين رئيس تحرير الاهرام الرياضي يا شباب؟ عضو مجلس نقابة الصحفيين الأستاذ محمد شبانة، وأنا يا ريت تجيبوه لنا على التليفون عشان نسأله في السعودية أو في التليفون. طب شوفوا لنا حد في المجلة، شوفوا لنا أي حد في المجلة أو حد من الأهرام، شوفوا لنا أي حد يتكلم عشان ما نبقاش نتكلم مع نفسنا ونرد على نفسنا. أنا الصورة قدامي واللي فاهمه منها إن هي المجلة منحازة لمحمود طاهر ضد محمود الخطيب، وده مش مزعلني عشان أنا بحب الخطيب يعني، أو أنا ماليش صوت، لكن بقول انه يعني لو كان المجله حط محمود طاهر كده وحط الخطيب الناحيه الثانيه يعني في نفس الغلاف، هنقول ان هي بقى ده صراع وكذا ومنافسه، لكن ان يكون غلاف الاهرام الرياضي بهذا الشكل، انا حد علمي وحد قناعاتي وحد اخلاقي المهنيه بقول انه ده لا يليق. لا يليق اولا الا اذا كان اعلان، والاعلان مكانه مش في الغلاف، يعني حتى لو كان اعلان مدفوع الاجر، وأنا أميل إن إعلان مدفوع الأجر بشكل رسمي، لا أقصد شيء يعني، وإنما تقاليد الأهرام أو تقاليد الصحف القومية المملوكة للدولة إنه ما يكونش الغلاف عليه إعلان. يعني أنا وبعدين ما عنديش حاجة في الغلاف بتقول إنه إعلان، ما فيش حاجة بتشير إلى إنه إعلان، فبالتالي أنا شايف إن ده نوع من الغبن الشديد للكابتن محمود الخطيب. اتنين، من الظلم لمؤسسة الأهرام ان تظهر امام القارئ ان هي منحازة بهذا الشكل الفاضح، الأهرام الرياضي اقصد. واعتقد انه يعني الموضوع محتاج وقفة، لانه دي مؤسسة لا يملكها محمد شبان رئيس التحرير، يعني المجلة ده ملكنا كلنا بالمناسبة، لان الأهرام ملك الدولة، ولما يكون انا عندي جرنان خاص ملكي، يعني اي حد عنده، انا في القناة عندي قناة خاصة، لو قلت القناه بتعلن تأييد الكابتن محمود الخطيب، عادي دي قناعات الاداره وقناعات الملاك وقناعات اللي فيها وكذا، ما حدش هيقدر يقول لي انت بتقول ايه. لكن لما يكون عندي انا شغال في تلفزيون الدوله مثلا او شغال في مؤسسه قوميه، قبل ما اعلن مثل هذه الامور لابد ان اعلم انه ده مش فلوسي ومش مجلتي ومش مكاني ومش قناتي. وبعدين